بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي. سلام الله عليك يا بلادي من الألف للنون، صباح الخير صباح. أهلا وسهلا فيكم تبعير مع يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب أذكركم بالاشتراك بالقناة وإبداء الإعجاب، وإذا عجبك الفيديو شيره وعلق له عليه، وما تنسى زر الجرس. هاي القناة قناتكم، إذا عندك أي مكان حاب تزوره أو حاب تشوفه أو حاب نصور لك إياه بس خبرنا عنه، إحنا إن شاء الله بنوصل له نعمل لك عنه فيديو مميز. أنا زي ما أنتم شايفين أنا بمنطقة النصر، وبالذات طالع على مخيم النصر اللي طلبوا مني سيد فضل الشيخ. أنا جيت قبل هالمرة على أساس أني أنا صورته، والأغلبية الأخوة المتابعين حكولي لا أنت ما دخلت على المخيم. أنا للأسف يعني أنا عمري ما دخلته في حياتي، لهيك أنا عيني عمالي برجع مرة ثانية لحتى أدخل على مخيم النصر من جوا. بدي أعمل جهدي أني أدخل على المخيم. للأسف في عنا هون مشكلة في الساين اللي بدلك على الطريق، أنا حتى النافيجيشن يعني مرات بيغلط معي، لهيك أنا بدي أحاول أوسع الجولة أكثر لحتى أضمن أني دخلت. يعني هلأ النافيجيشن معطيني يمين وأنا على يميني في المدرسة، لهيك أنا بدي أطلع وأروح أدخل على اليمين، أي يمين بقابلني لقدام. يعني ما بعرف شغلة التنظيم هاي عندنا شغلة مشكلة كبيرة، يعني حتى الجوجل خرائط جوجل ما تتعرف على المناطق كويس. يعني صارت معي برصيفة، اتغلبت كثير برصيفة، يعني أربع أماكن اندليت على مكان واحد بس اللي أنا رحت عليه. فلهيك أنا بتمنى من الجميع يعطيني اسم معلم موجود ومعروف وموجود على خرائط جوجل لحتى أقدر أوصل للمكان وألبي لك الرغبة تبعتك. يعني من غير هيك أنا مش راح أقدر ألبي لك رغبتك. على كل، نحن هنا المفروض داخلين على مخيم النصر من هون إن شاء الله، بس يكون طريق صحيح. على كل، مخيم النصر يقع بالقرب من جبل النصر، يعني من اسمه مبين أنه يقع بالقرب من جبل النصر في منطقة عمان الشرقية. خلينا بس نتأكد من الطريق لأنه النافيجيشن أعطاني نفس الطريق الماضي. أنا طبعا اسم هذا المخيم عند التأسيس اسمه مخيم الأمير حسن، يعني بس هو متعارف عليه مخيم النصر لأنه بيقع في منطقة النصر. أنشئ هذا المخيم في عام 1967، بعد العام 1967 على 96 دنم، 96 دنم من الأراضي. جميع سكان المنطقة هاي والمخيم هذا هم من الإخوان اللاجئين الفلسطينيين، يعني بعد النكبة، بعد النكسة آسف، إجوا إخواننا وهاجروا عند إخوانهم الأنصار، إخوانهم بالضفة الشرقية، وسكنوا هاي المناطق. ارتفاعه عن سطح البحر ما يقارب 700 متر، يعني منطقة معتدلة إلا حارة بالصيف وباردة بالشتاء. يعني فيها يعني زي ما انتم شايفين كلها طلوع ونزول. أنا بظلوا يعطيني يمين نفس الطريق اللي أنا مشيتها المرة الماضية، لازم أسأل ناس لحتى أتأكد بطريقة أكبر. طبعا أنا سألت شوفير التاكسي لحتى أتأكد، حكى لي بتنزل على السوق الرئيسي من ثاني نزلة على اليمين، يعني بآخر النزلة هاي ثاني نزلة على اليمين، أو عشان الأزمة أخذ أول نزلة أول دخلة على اليمين بهاي النزلة. خلينا أجرب، يعني أنا اللي مشيته المرة الماضية كان صحيح بس ما دخلتش على السوق. طبعا الأخ ما نصحني أني أدخل على السوق لأنه بقول لي زحمة أكثر ما بتتصور. خلينا نشوف. طبعا الخدمات الموجودة فيها كلها برعاية وكالة الغوث للاجئين. خلينا نفتح طريق للأخ. اللي هي الأونروا، فهي المشرفة إشراف تقريبا كامل على الخدمات الموجودة هون، من مركز صحي ومدرستين الموجودات في هذا المخيم. خليني هلا زي ما حكى لي أول يمين، يعني أنا الطريق اللي أنا دخلتها حدخل هذا الشارع إذا مسموح. حدخل هذا الشارع، أيوة ظاهر إنه مسموح. صيانة جميع أنواع الكهربائيات، يعني ما شاء الله، يعني زي محل الخردة بنقدر نحكي عنه.
خلينا نطلع من هون على اليمين زي ما وصف لي الأخ. نعم هذا هيك شكله السوق. أهم مشاكل المخيم اللي هون اللي هي البطالة العالية للسكان وسوء شبكة المياه والمجاري والكثافة السكانية العالية في المخيم اللي هو عدد سكانه تقريبا 10,000 نسمة. بعرفش هذا الإحصائية قديمة لأنه الناس عندنا بتزيد، وعندنا هون برضو المدارس كثير مكتظة اللي هي مدارس الإناث والذكور. أعطيكم شوية إحصائيات عن المخيم نفسه. هذا هو سوق مخيم النصر أو مخيم الأمير الحسن. عدد الوحدات السكنية فيه 648 وحدة سكنية، والوحدة السكنية الواحدة مساحتها 92 متر مربع، يعني زي مخيم الوحدات. اللي شاف فيديو مخيم الوحدات راح يعني يعرف شو عن ايش بتكلم عن الوحدات السكنية. طبعا هم قسموها مربعات كل وحدة ب 92 متر مربع، يعني هذا هو السوق. ما شاء الله انا بحب هاي الاسواق الجميلة اللي زي هيك، يعني حتى التجار مغطيين السقف باللي بيقدروا عليه. يعني انا كنت افضل انه يا اما الانروا يا اما الامانة المسؤولة على هاي السوق انها تسكروا زي سوق الحميدية، يعني بيطلع اجمل لانه هيو الناس عمالها بتسكر بالطريقة اللي هي تقدر عليها، لانه زي ما حكينا فصل الصيف كثير صعب انها الناس تقدر تتسوق بالحر الكثير اللي عم بيصير. لهيك التجار عمالهم بحطوا هاي الاقمشة الموجودة في سقف السوق. مساحة الطرق المعبدة فيه الاسفلتية 12,025 متر مربع، اما الطرق الاسمنتية اللي معبدة فيه فهي 3,090 متر مربع. يعني صدق شوفير التاكسي، تخيلوا انا يوم جمعة ماشي وشوفوا كيف البسطات ماخذة نص السوق نص الشارع، مع ذلك يعني كثير صعب المشي فيه. تخيلوا هذا في الايام العادية مستحيل تقدر تدخله بالسيارة، مستحيل، يعني هذا شيء مستحيل وانا متأكد من الاعمال اللي بحكيه. يعني المفروض هذا في الايام العادية يوقف حركة السير فيه. يعني انا يوم جمعة وصبح وهيك شكل الشارع. طيب أعطيكم إحصائية غريبة برضو، عدد أعمدة الكهرباء اللي فيه 130 عمود. يعني في شغلة بخصوص أعمدة الكهرباء الموجودة في الأردن كلها. أنا في لي أخ من المتابعين الموجودين في المنطقة بالمنطقة العربية، طبعا هو مش من الأردن، كان مستغرب كثير من شغلة. شوف لما تلاقى سيارتين كيف بيصير، يعني شغلة بصير صعب جدا إنه الواحد يقدر يمر. يعني برضو في سيارات صاف في هون، يعني للأسف في سيارات برضو صاف في هون، المفروض انها ما تصف. خلاص هذا سوق تجاري امشي فيه وخلاص، يعني اذا مضطر انك تمر منه. فبيحكي لي على الأعمدة الكهربية، انا بحثت عنها لقيت انه لما تشكلت عمان ولا تشكلت الاردن كاملة تشكلت بهاي العمدان، وصارت تكلفتها جدا عالية لو بدهم يعملوها بالارض. يعني بدل ما يكون في عمدان واسلاك تكون الاسلاك كلها مربوطة بشبكة ارضية بالمدن، هذا الشيء بيكلف الدولة مبالغ بالمليارات. لهيك بتوقع انهم اجلين المشروع، انا بتوقع انهم اجلينه لانه كل العالم بحب يتطور واحنا من الدول برضو اللي بنحب نتطور لقدام. بس برضو الاردن دولة غير نفطية وما عندها هاي الميزانية الكبيرة انها تعمل هذا الربط. نسبة ربط المنازل بالشبكة الكهرباء والمي 100%، هاي شغلة كثير كويسة انه كل بيوت هون مخدومة بالكهرباء والمي، مع انهم عندهم شكاوي من المي والمجاري، يعني بحاجة لشغل اكثر من هيك. زي ما انتم شايفين هذا هو مخيم النصر، هذا اهم شارع في مخيم النصر، يعني اللي هو السوق التجاري. انا من الناس حبيت السوق كثير، بس يا ريت انهم يمنعوا اصطفاف السيارات فيه، وفي الايام العادية ما حدا يدخله بالسيارة، يعني صف سيارته برا يدخل يتسوق. يعني بتوقع راح يلاقي اماكن ثانية اللي يوقف فيها سيارته. انا بتوقع هيك شملت لكم المخيم، بقول لكم انه يوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، مع الف سلامه.